بسم الله الرحمن الرحيم. تحليل قصيدة النسور المقررة على طلبة الثانوية العامة. السؤال الأول: اكتب تعريفا موجزا بالشاعر. الإجابة: القصيدة للشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، ولد عام 1937 بمحافظة الجيزة، حفظ القرآن الكريم والتحق بالأزهر الشريف وتخرج في كلية اللغة العربية، أصدر عدة دواوين منها البحر موعدنا، أجراس المساء، مرايا النهار، شجر الكلام، وله مسرحيتان وبعض الدراسات الأدبية. السؤال الثاني: ما الفكر الرئيسة التي يدور حولها النص؟ الإجابة: الفكر الرئيسة، الفكرة الأولى، الإنسان الطموح، الفكرة الثانية، الخاملون المستسلمون، الفكرة الثالثة، إصرار الطامحين، الفكرة الرابعة، استمرار طموحهم والسعي لبلوغ الكمال. تحليل الفكرة الأولى: النسور الطليقة هائمة في الفضاء الرمادي، ترصد موقعها في أعالي الجبال. إنها تتذكر شكل السهول بخضرتها بتدفق غدرانها، والأرانب تقفز في العشب مثل اللآل. تتذكر والجوع يحرق أحشاءها، فتسدد نظرتها للمحال. تتعالى تحلق مثل الشموس التي أفلتت من مداراتها. يصبح الأفق ملكا لها، والنجوم مناراتها، والخلود احتمال. عندها تأخذ الكبرياء التي قتلت جوعها، تتمدد تنسى تراب السهول، اخضرار الحقول، انبساط الرمال. اللغويات: النسور مفردها النسر، وهو أكبر الطيور الجوارح جسما وأحدها بصرا، وجعله الشاعر رمزا لأصحاب القيم العليا التي يتمسك بها. الطليقة أي الحرة، ومضادها الحبيسة، السجينة، المقيدة. هائمة أي حائرة تائهة، والمراد ذاهبة، مضادها مهتدية، ومادتها هيمة. الفضاء هو ما اتسع من الأرض، جمعها أفضية، مادتها فضوة. الرمادي الذي يشبه لون الرماد، فهو مزيج من الضوء والظلام. ترصد أي ترقب وتلاحظ، مضادها تتغافل. السهول أي الأرض الممتدة المستوية السطح، مفردها سهل، مضادها الجبال. تدفق أي جريان، ومضادها نضوب. غدرانها مفردها غدير، وهو النهر أو قطعة من الماء غادرها السيل وتركها. الأرانب جعلها الشاعر رمزا للإنسان الجبان الكسول، لأنها مشهورة بخوفها وضعفها وحبها للطعام. العشب أي الكلأ الرطب، جمعها أعشاب، وواحدته عشبة. اللآل من الأحجار الكريمة، مفردها لؤلؤة، وحذفت الهمزة وسكنت اللام. تتذكر أي النسور. يحرق أحشاءها أي يؤلمها بشدة. الأحشاء مفردها حشن، ويشمل كل ما في البطن. تسدد أي توجه وتصوب. المحال أي المستحيل، والمراد الأمل البعيد، مضادها الممكن والجائز. تتعالى أي ترتفع وتسمو، ومضادها تحط وتهبط. تحلق أي ترتفع، ومضادها أيضا تحط وتهبط. أفلتت أي تخلصت وتحررت. مدارات مفردها مدار، وهو مكان تحرك الكواكب والنجوم، مادتها دورة. الأفق الفضاء، وجمعها آفاق. منارات مفردها منارة، وهي موضع النور، والمراد علامات يهتدى بها. الخلود أي الدوام، ومضادها الفناء. احتمال أي جائز وممكن. الكبرياء عزة النفس، ومضادها التواضع. تتمدد أي تزداد طولا. انبساط أي امتداد وانتشار. السؤال الثالث: لماذا اختار الشاعر النسر ليكون رمزا للإنسان الطموح دون غيره من الطيور؟ الإجابة: لما توحي به الكلمة من قوة وبعد نظر وكبرياء وعزة نفس، وما هو معروف عن النسر من حدة البصر، ومن أنه أشد الطيور وأرفعها طيرانا وأقواها جناحا، استخافه الجوارح. الشرح:
يرسم لنا الشاعر صورة لهؤلاء الطامحين المحبين للحرية الراغبين في المسر العليا والفضائل، فهم كالنسور الطليقة تطير بحريتها في فضاء رمادي، وهي ترقب موقع طيرانها في أعالي الجبال، وبعد أن حلقت في أجواء الحرية تذكرت حياة الخاملين الذين يرضون بالدون، ولا هم لهم إلا إشباع بطونهم وإرضاء غرائزهم، فهم كالأرانب التي تقفز كالدر وسط العشب في السهول الخضراء حيث الماء المتدفق، ومع تذكرها ما يحدث للأرانب في موقعها تتطلع إلى مستقبل بعيد، على الرغم من أن الجوع يؤلم أحشائها، وعليه تحاول أن ترتفع لدرجة تسيطر على الأفق وتهتدي بالنجوم باحثة عن البقاء الأبدي في كبرياء يقتل جوعها وينسيها كل ما من شأنه أن يربطها بحياة الضعف والجبن والبهيمية حيث تراب السهول وخضرة الحقول وامتداد الرمال. مواطن الجمال: الأساليب كلها خبرية لإظهار الإعجاب بالنسور وتحقير الأرانب. الخيال: النسور استعارة تصريحية، فقد شبه أصحاب الطموح بالنسور في الانطلاق نحو الهدف، وسر الجمال توضيح الفكرة برسم صورة لها وتوحي بالقوة والكبرياء. النسور هائمة استعارة مكنية، حيث صور النسور بإنسان يهيم، وسر الجمال التشخيص. هائمة في الفضاء الرمادي كناية عن الحيرة والقلق وعدم وضوح الرؤية الدقيقة. في أعالي الجبال كناية عن السمو والطموح. النسور ترصد موقعها وإنها تتذكر استعارة مكنية، حيث صور النسور بأشخاص ترصد، وسر الجمال التشخيص وتوحي بالترقب والحذر. والخيال هنا ممتد، فقد استمر في الخيال وجاء بصفات النسور، وذلك يسمى ترشيحا للصورة يقوي ما سبق. غدرانها مجاز مرسل عن الماء علاقته المحلية، فالماء هو الذي يتدفق وليس الغدران. سر جمال المجاز الدقة والإيجاز. الأرانب استعارة تصريحية، فقد شبه الماديين الخاملين الكسالى بالأرانب في الضعف والجبن والهروب والرغبة في إشباع الغريزة، وسر جمالها توضيح الفكرة برسم صورة لها، وهي صورة ممتدة أيضا، حيث جاء بعدها بصفات الأرانب وهي تقفز في العشب بألوانها البيضاء. الأرانب مثل اللآل، تشبيه للأرانب المتناثرة بين العشب باللآل البيضاء المتناثرة. ويؤخذ على الشاعر هذا التشبيه أن التشابه شكلي وليس له أثر فني. وفي قوله الجوع يحرق أحشاءها استعارة مكنية، تصور الجوع المؤلم نارا محرقة، وسر جمالها التوضيح وتوحي بقسوة الجوع. النسور تسدد نظرتها للمحال استعارتان مكنيتان، الأولى تصور النظرة سهاما توجه وتصوب وفيها تكسيم وتوحي بصحة الرأي وعظمة طموحاتها، والثانية تصور المحال شيئا مجسما يوجه إليه النظر، وسر جمالها التكسيم، وهي توحي بما عند أصحاب المسر العليا من بعد النظر وعمق البصيرة. النسور تحلق مثل الشموس التي أفلتت من مداراتها، تشبيه للنسور في تحليقها بالشموس المضيئة التي تحررت من قيود مداراتها فلم تعد تدور في حدود ضيقة مرسومة لها، وسر الجمال التوضيح، وتوحي بالسمو والحرية المطلقة وامتلاك الإرادة. وفي قوله الشموس التي أفلتت استعارة مكنية، حيث صور الشمس بإنسان يتحرر من كل قيوده، سر الجمال التشخيص وتوحي بالحرية والانطلاق. يصبح الأفق ملكا لها والنجوم مناراتها تجريد، لأنه أتبع الصورة ببعض صفات المشبه النسور، أما الترشيح فإتباعها ببعض صفات المشبه به، وهو أجمل من التجريد لأنه استمرار في الخيال.
وفي قوله يصبح الأفق ملكا لها كناية عن التمكن والسيطرة والقوة، والنجوم مناراتها تشبيه للنجوم بالمنارات في الاهتداء بها وسر الجمال التوضيح. الكبرياء التي قتلت جوعها استعارتان مكنيتان، في الأولى شبه الكبرياء بإنسان أو آلة تقتل، وفي الثانية شبه الجوع بإنسان يقتل، والصورتان تدلان على القوة والتحكم التام في النفس. الكبرياء تتمدد استعارة مكنية فيها تشخيص، حيث تخيل الكبرياء إنسانا يتمدد، وفي قوله تنسى استعارة مكنية فيها تشخيص، حيث تخيل الكبرياء إنسانا ينسى، والصورة هنا ممتدة للكبرياء. المحسنات، هناك مقابلة بين اتجاهين، حياة الطموح والحرية والسمو في جانب النسور، والاتجاه الثاني يمثله حياة الضعف والخمول والجبن في جانب الأرانب. بين أعالي الجبال والسهول طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد، وبين مداراتها ومناراتها جناس ناقص، وفي الشموس ومداراتها والنجوم مراعاة نظير تثير الذهن. وهناك حسن التقسيم في قوله تراب السهول اخضرار الحقول انبساط الرمال، حسن التقسيم يعطي نغمة موسيقية. التعبير، النسور رمز للأحرار أصحاب الطموح. والسؤال الرابع، لماذا جاءت كلمة النسور جمعا؟ الإجابة، لبيان كثرة الأحرار وأصحاب المثل العليا والمبادئ، والذي يندرج الشاعر تحت طائفتهم. والسؤال الخامس، ما الإيحاء في كلمة طليقة؟ وهل جاءت كلمة هائمة مناسبة في موضعها؟ الإجابة، الطليقة لفظ يوحي بالطموح والحرية التي يتصف بها أصحاب المثل العليا، وكلمة هائمة لفظ لا يلائم الجو النفسي حيث الإعجاب بأهل الطموح والعظمة، لأن كلمة هائمة تدل على السير بدون هدف، والنسور بالتأكيد لها هدف واضح ومحدد تسعى إليه. السؤال السادس، لماذا وصف الشاعر الفضاء بالرمادي؟ الإجابة، وصف الفضاء بالرمادي ليدل على حيرة الإنسان في هذا الجو الغامض. السؤال السابع، ما العلاقة بين الخضرة والغدران؟ الإجابة، بين الخضرة والغدران علاقة سببية، فالخضرة محتاجة إلى الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. السؤال الثامن، بما يوحي التعبير بالأرانب وما قيمة التعبير بالجمع؟ الإجابة، التعبير بالأرانب يوحي بالخمول والضعف والجبن والحرص على الحياة والهروب وحب الطعام، والتعبير بالجمع للدلالة على أن في المجتمع كثيرا من أمثالها الجبناء الباحثين عن الحياة السهلة. السؤال التاسع، لماذا شبه الماديين الخاملين بالأرانب؟ الإجابة، لتمكن صفة الضعف والجبن والهروب والرغبة في إشباع الغريزة في الأرانب. السؤال العاشر، ما رأي النقاد في قول الشاعر الأرانب مثل اللآل؟ الإجابة، أخذ النقاد على الشاعر تشبيه الأرانب المتناثرة بين العشب باللآل البيضاء المتناثرة، فالأرانب ترمز إلى نوع من الناس مكروه لدى الجميع، بينما اللآلئ تحبها النفوس وتعشقها، ومن هنا قال النقاد عن هذا التشبيه أنه شكلي وليس له أثر فني لمخالفته الجو النفسي. السؤال الحادي عشر، يحرق أحشاءها أم يؤلم أحشاءها؟ أي التعبيرين أقوى ولماذا؟ الإجابة، يحرق أحشاءها أجمل، لأن فيها استعارة مكنية تصور الجوع نارا محرقة، والإحراق أشد من الألم، وتوحي بقسوة الجوع، وعلى الرغم من ذلك لم تتنازل عن مبادئها أو تضحي بها. السؤال الثاني عشر، ما نتيجة تسامي النسور عن آلام الجسد؟ الإجابة، النتيجة تحررت روحها من هذه القيود الجسدية وانطلقت في حرية تامة لتحقيق طموحاتها وإفادة الآخرين، وكأنها شمس تنير لهم الطريق.
السؤال الثالث عشر، استعمل الشاعر الفعل المضارع أكثر من الماضي، فما قيمة ذلك؟ الإجابة: استعمل الشاعر الفعل المضارع لأنه يدل على التجدد والاستمرار واستحضار الصورة، فعلى مستوى النابهين الطامحين تتجدد لديهم الأفعال: ترصد، تتذكر، تسدد، تحلق، تتعالى. وعلى مستوى الخاملين ورد الفعل المضارع: تقفز. تراب السهول واخضرار الحقول وانبساط الرمال تعبيرات توحي بحياة الراحة والخمول، وجاءت متتابعة لتلائم الجو النفسي. تحليل الفكرة الثانية: الخاملون المستسلمون في المضيق العميق، الأرانب قابعة في انتظار المصير المدجج بالموت، تأكل أعشابها بالفرار إلى الجحر، ترجف بالخوف بين الظلال. اللغويات: المضيق هو المكان الضيق، جمعها مضايق، العميق أي السحيق المنخفض، مضادها المرتفع، جمعها عمق، والمراد بعيد الغور. قابعة أي مستكينة مختبئة منطوية مقيمة في ذل، جمعها قوابع وقابعات. المصير أي النهاية والمراد الموت، جمعها مصاير ومصائر، مادتها صيرة. المدجج تطلق على لابس السلاح لأنه يتغطى به، والمراد أنه في انتظار الموت، مضادها الأعزل والمجرد. الفرار أي الهروب ومضادها المواجهة والثبات. ترجف بالخوف أي ترتعد وتضطرب بسبب الخوف، ومضادها تهدأ. الشرح: ينظر شاعرنا بعين الفاحص المتأمل فيرى مشهدا آخر غير مشهد النسور المحلقة في الفضاء، يرى منظرا للضعفاء الجبناء الذين تمكن الخمول من أجسادهم فصاروا مستسلمين له، فعاشوا في المضايق المنخفضة ينتظرون الموت، شأنهم شأن الأرانب التي لا هم لها إلا أكل الأعشاب والفرار إلى جحرها، وذلك لأن الطمأنينة تغادر ساحتها فتراها خائفة مضطربة بين ظلال جحورها. مواطن الجمال: الأساليب، كل الأساليب خبرية غرضها التحقير والهجاء. الخيال: الأرانب، استعارة تصريحية فيها توضيح للفكرة برسم صورة لها، حيث شبه الجبناء والكسالى الخاملين بالأرانب وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. في انتظار المصير، استعارة مكنية تصور المصير إنسانا أو ضيفا ينتظر. وفي قوله المصير المدجج بالموت، استعارتان مكنيتان حيث صور المصير بإنسان محارب مغطى بالسلاح، سر جمالها التشخيص. وفي الثانية تخيل الموت سلاحا يغطي هذا المصير. الموت مجاز مرسل عن السلاح، علاقته المسببية وسر جمال المجاز الدقة والإيجاز. وفي قوله تأكل أعشابها بالفرار، استعارة مكنية حيث صور الفرار الذي يطيل أجلها كما تتخيل بأداة تأكل بها أعشابها. وسر الجمال التكسيم، وتوحي بالحرص على الحياة المادية والخوف. المحسنات: هناك المقابلة بين حياة الطموح وحياة الضعف. والطباق في قوله أو بين قابعة والفرار يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. التعبير: في المضيق العميق، الأرانب قابعة، أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد. والمضيق العميق رمز لحياة الضعف والذل والضيق التي يحياها الجبناء الخاملون. السؤال الرابع عشر، لماذا وصف المضيق بالعميق؟ الإجابة: تأكيدا لجبن وضعف الخاملين المستسلمين. السؤال الخامس عشر، بما توحي الألفاظ الآتية: قابعة، الموت، الجحر، الظلال، ترجف. الإجابة: قابعة، لفظ موحي فيه دليل على الذل والخضوع والخنوع. الموت لفظ يرمز لبعد الخلود والطموح عن الجبناء الضعفاء. الجحر لفظ يرمز لحياة العزلة والانطواء التي يحياها الخاملون المستسلمون. الظلال رمز للاكتئاب في غياب شمس الحرية. ترجف توحي بالفزع الشديد.
السؤال السادس عشر: تظهر بين سطور هذه الفكرة مدى تأثر الشاعر بالتراث، وضح ذلك. الإجابة: تأثر الشاعر بالتراث في قوله ترجف، فهو مستوحى من قوله تعالى في سورة النازعات: يوم ترجف الراجفة، وهو يوحي بالفزع الشديد. تحليل الفكرة الثالثة: إصرار الطامحين. النسور الطليقة في الأفق تعرف مصرعها، والعيون التي تترصدها، والنصال التي تتعاقب خلف النصال. اللغويات: مصرعها أي نهايتها، جمعها مصارع. العيون المقصود الأعداء الحاقدين، تترصدها أي تترقبها. النصال مفردها نصل، وهو سن الرمح أو السكين أو السيف. تتعاقب أي تتوالى وتتتابع، ومضادها تتوقف وتنقطع. الشرح: من زاوية الإعجاب بأهل الطموح والعظمة، ينظر الشاعر للنسور المحلقة في الفضاء بآرائها السديدة، وهي تعلم بنهايتها الشريفة، لأن حركاتها مرصودة، والحاقدون يراقبونهم ويدبرون لهم المكائد، وهم صامدون على علم بما يدبر ويحاك لهم. مواطن الجمال: الأساليب خبرية هنا لإظهار الإعجاب بالنسور وتحقير الحاقدين. أما عن الخيال فالنسور استعارة تصريحية صور فيها الأحرار الطامحين إلى المجد بالنسور، وفي قوله الطليقة في الأفق استعارة مكنية، حيث صور النسور بأشخاص حرة طليقة في الصورة، امتداد وترشيح لها يقويها. تعرف مصرعها استعارة مكنية، حيث صور النسور بأشخاص تعرف من يترصدها ويترقبها بالموت. العيون مجاز مرسل عن الرقباء، علاقته الجزئية سر جمال المجاز، الدقة في اختيار العلاقة والإيجاز، والمبالغة الذهنية المقبولة. النصال استعارة تصريحية، حيث شبه المكائد التي تدبر لهم بالنصال التي يطعم بها في القتال، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، وسر الجمال التكسيم، وتوحي بالعنف والقوة والحقد الشديد. النصال التي تتعاقب خلف النصال كناية عن كثرة الحاقدين والمهاجمين والمؤامرات، والشاعر متأثر في ذلك بقول المتنبي: وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ولكن بيت المتنبي أجمل، لأنه جعل النصال تنهال بكثرة على جسمه، فلم يعد فيه مكان خال بدون نصل. أما هنا فالنصال تتعاقب خلف بعضها، فالصورة هنا أضعف. المحسنات: خلت هذه الفكرة من المحسنات البديعية. التعبير: السؤال السابع عشر: لما اختار الشاعر النسور عنوانا للنص، ولما كررها؟ الإجابة: النسور دليل على استخدام المدرسة الواقعية للكلمات المحورية التي ينطلقون منها ويرتكزون عليها في بداية معظم مقاطعهم، وذلك للتعبير عن الموقف الجديد. العيون: التعبير بالجمع يوحي بكثرة الأعداء والحاقدين. السؤال الثامن عشر: بما يوحي الفعل تترصد، وماذا أفاد استخدام الأفعال المضارعة؟ الإجابة: الفعل تترصد يدل على الترقب، ويوحي بالملاحقة المستمرة والمراقبة الشديدة، والأفعال المضارعة مثل تعرف، تترصد، تتعاقب تفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. السؤال التاسع عشر: في هذا المقطع ما يدل على أن الشاعر يستوحي بعض عبارات التراث، وضح ذلك مبينا قيمة هذا الاستيحاء. الإجابة: في قوله والنصال التي تتعاقب خلف النصال، استيحاء من قول المتنبي مصورا همته العالية وشجاعته في مواجهة الصعاب والمحن: وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. وهذا الاستيحاء يضاعف من إيحاء الكلمة والجملة بما تستثيره في نفس السامع من معان تراثية راسخة. تحليل الفكرة الرابعة: استمرار طموحهم والسعي لبلوغ الكمال. النسور الطليقة في الأفق
ترفع هاماتها وتحلق تعلو وتخفق بالزهو، لا تتذكر خضر السهول بخيراتها تتعقب ورد الذرى في الفضاء السحيق وحلم الكمال. اللغويات: هاماتها أي رؤوسها، مفردها هامة، تحلق أي ترتفع، تخفق أي تحلق وتطير، الزهو والتيه والفخر والإعجاب، مضادها التواضع، تتعقب أي تتتبع، الذرة مفردها ذروة وهي أعلى الشيء ومضادها الحفر والسفوح، السحيق البعيد المراد الممتد والمضاد القريب، الكمال أي التمام والاكتمال ومضادها النقصان، حلم الكمال هو الأمل العظيم. الشرح: ينصرف الشاعر هنا إلى القمة والخلود وحلم الكمال، فمجد الأحرار المعتزين بأنفسهم الذين يملأهم الفخر بأعمالهم وكفاحهم، فيسعون طامحين للعلا، فيقطفون ورد الذرى ليصلوا بعرقهم وكدهم إلى حلم الكمال. مواطن الجمال: الأساليب خبرية غرضها إظهار الإعجاب والفخر بالأحرار واحتقار الخاملين. الخيال: النسور استعارة تسريحية تكررت للمرة الثالثة، عبارة النسور الطليقة وكأنها قاعدة للانطلاق نحو القمة. وفي قوله ترفع هاماتها استعارة مكنية تصور النسور أشخاصا يرفعون رؤوسهم اعتزازا وتوحي بالعظمة والكبرياء، ويجوز أن تكون كناية عن العزة والرفعة والكرامة. تخفق بالزهو استعارة مكنية تصور الزهو بالقوة الدافعة التي تحرك وتوجه إلى العلا وتملأ النفس فخرا، سر الجمال التجسيم وتوحي بالثقة التامة بالنفس. لا تتذكر استعارة مكنية صور النسور بأشخاص تتسم بالقوة، فهي لا تعبأ بالحياة البسيطة السهلة لأنها قتلت في داخلها مشاعر الضعف المادية مثل الجوع. تتعقب استعارة مكنية صور النسور بأشخاص تتسم بالإصرار في بحثها عن تحقيق أمنياتها. ورد استعارة تصريحية حيث شبه الآمال السامية في جمالها وحيويتها وردا فوق القمم العالية حيث تتفتح أجمل الأزهار. وفي قوله تتعقب حلم الكمال استعارة مكنية تصور حلم الكمال جوهرا غاليا عزيز المنال وتوحي بقوة العزيمة والصبر. خلت الفكرة من المحسنات البديعية. التعبير: السؤال 20، لقد استخدم الشاعر الجمع كثيرا في هذا المقطع، ما تعليلك لذلك؟ الإجابة: يكثر استخدام الجمع مثل النسور، هامات، خضر، السهول، خيرات، الذرى، لأنه يبحث أمور المجتمع وليس أمرا فرديا، فهو في المجالين يبحث أمر العظمة عند العظماء وأمر الضعف عند الجبناء. التعليق على النص: السؤال 21، ما الدوافع التي تعتقد أنها حدثت بالشاعر إلى إنشاء قصيدته وكيف تستدل عليها؟ الإجابة: الدوافع التي حدثت بالشاعر أو دفعت الشاعر إلى إنشاء هذه القصيدة هي البيئة التي يعيش فيها. استتنوع اتجاهات الناس وطبائعهم، فالإنسان المعاصر تتنازعه القيم العليا الموروثة والنزعات المادية والانتهازية، فعبر الشاعر عن هذه الحالة مصورا هذين الاتجاهين، اتجاه العظمة الخالدة واتجاه المادية الزائفة، ورمز لأصحاب الاتجاه الأول بالنسور ولأصحاب الاتجاه الثاني بالأرانب. والدليل على ذلك ما نراه من تحولات المجتمع المصري والعربي، فتفاعل الشاعر مع ذلك وعبر عما يجري حوله، واتخذ لنفسه موقفا بانحيازه إلى الطامحين، وختم القصيدة بأنهم يسعون إلى حلم الكمال. السؤال 22، تحت أي غرض أدبي يندرج هذا النص؟ الإجابة: هذا النص من الشعر الإنساني الذي تناولته مدرسة الشعر الجديد باعتبار الإنسان أهم عناصر الواقع.
السؤال 23، لماذا جعل الشاعر النص 4 مقاطع؟ الإجابة، جعل الشاعر النص 4 مقاطع ليعقد أكثر من مقارنة يوضح بها الفرق الهائل بين جانب العظمة والقوة والسمو والكفاح متمثلا في النسور، وجانب الضعف والجبن والبهيمية متمثلا في الأرانب. السؤال 24، ما الموقف الذي يتبناه الشاعر من بين المواقف أو المشاهد التي يعرضها؟ دلل. الإجابة، الشاعر يميل إلى موقف الطموح، يدل على ذلك اختيار النسور رمزا للطامحين وتمجيده لهم في مقابلة الأرانب وتحقيره لهم، حيث يحرصون على الحياة وإرضاء الغريزة مع الاتصاف بالجبن والفرار والاستسلام. السؤال 25، تحدث عن التجربة الشعرية ونوعها في هذا النص. الإجابة، التجربة الشعرية الناس في مسلكهم في الحياة كما يراهم الشاعر نوعان، متمسكون بمبادئهم ويسعون إلى تحقيق أهدافهم ويتحملون الصعاب من أجل الوصول إلى طموحاتهم في الحياة، وقد رمز الشاعر إلى هؤلاء بالنسور التي هي رمز للكبرياء والقوة والطموح. والنوع الثاني هم الكسالى الخاملون المستسلمون لليأس والجبن ولحياة الماديات الزائلة، وقد رمز الشاعر إلى هؤلاء بالأرانب التي من طبيعتها الخوف والفزع والقفز والهرب وحب الأكل وإشباع المعدة. نوع التجربة عامة لأنها دعوة صادقة لكل إنسان لأن ينفض عن نفسه غبار الكسل والتكاسل ويترك حياة الخاملين ويسعى بجد إلى تحقيق الطموح حتى ينهض ويرتقي بحياته وحياة أمته. السؤال 26، ما الذي تتذكره النسور في الفكرة الأخيرة وما الذي تنساه؟ علل. الإجابة، الذي تتذكره هو الأمل الذي تسعى من أجله وتتعقبه في ورد الذرة وحلم الكمال لأن هذا هو الهدف، والذي تنساه هو السهول الخضراء وما فيها من خيرات لأنها لا تحب أن تلتفت إلى تلك الحياة الناعمة الذليلة. السؤال 27، علل. تذكر النسور لحياة الدعة والراحة في قول الشاعر، تتذكر شكل السهول ثم نسيانها لهذه الحياة في النهاية في قول الشاعر لا تتذكر. الإجابة، السبب لأنها انشغلت بطموحاتها وإصرارها على الوصول للقمة والخلود والمجد الذي جعلها تقتل الجوع والرغبات الدونية في داخلها، فلقد تسامت وحلقت بروحها بعد أن روضت رغبات جسدها. السؤال 28، هل تحققت الوحدة العضوية في هذه القصيدة؟ وضح. الإجابة، لقد تحققت في القصيدة الوحدة العضوية بعناصرها وهي وحدة الموضوع، لأن الشاعر يتحدث في القصيدة عن موضوع واحد هو الدعوة إلى الطموح والإصرار والتنفير من الخمول والضعف والجبن. وحدة الجو النفسي تسيطر على الشاعر عاطفة الإعجاب والاعتزاز والحس مع قليل من السخرية والتنفير. ترتيب الأفكار، رتب الشاعر أفكاره وبنى قصيدته بناء فكريا تصاعديا، ولذلك فكل مقطع يعتبر نتيجة لما قبله. السؤال 29، النص من مدرسة الشعر الجديد فما الدليل؟ الإجابة، النص من مدرسة الشعر الجديد في المضمون وفي الشكل، ففي المضمون تحدث عن قضية إنسانية ودعا إلى الطموح والعزة ونفر من الخمول والجبن، وفي الشكل اعتمد السطر الشعري بدلا من البيت الشعري، فقام على التفعيل الواحدة، نوع في القوافي تبعا لمقتضيات المعنى ودفقات الشعور، اهتم بالخيال الكلي وأكثر من الرمز. السؤال 30، تميزت القصيدة بكثرة التكرار للكلمات والجمل، أذكر أمثلة لهذا التكرار مبينا الغرض البلاغي لكل. الإجابة،
كرر الشاعر كلمات بعينها استمرارا لتأكيد المعنى الذي يرمي إليه، مثل تكرار كلمة النسور 4 مرات، المرة الأولى في العنوان لما فيه من صلة بالمضمون، والمرات 3 الأخرى في بداية المقطع الأول والثالث والرابع: النسور الطليقة هائمة، النسور الطليقة في الأفق، إذ جعلها محاور لبدء فكرة جديدة ليستمر ارتباط المقاطع بالعنوان، ويظل المتلقي متابعا للموضوع. وكلمة الأرانب جاءت 2 مرات، وكلمة السهول 3 مرات، والأفق 3 مرات، والفضاء 2، والنصال 2، وذلك للتوكيد وربط أجزاء النص. السؤال 31: تمثل القصيدة منهج شعر التفعيلة والشعر الجديد في البناء الشعري، ماذا يقصد بشعر التفعيلة وما الفرق بينه وبين الشعر التقليدي؟ الإجابة: شعر التفعيلة يعتمد على اتخاذ التفعيلة وحدة القصيدة بدون التزام بعدد معين منها، أما الشعر التقليدي فيكرر التفعيلة بعدد متساو في كل شطر وفي كل بيت فيتكون البحر، كما أن القافية في الشعر التقليدي تضبط الإيقاع وتزيد التأثير الموسيقي. وشعراء المدرسة الجديدة يكثرون من الرمز والتعبير عن الحياة الواقعية وتقسيم النص إلى مقاطع ورسم الصور الكلية والوحدة العضوية. السؤال 32: ماذا يقصد بالموسيقى الداخلية وما مقوماتها في هذه القصيدة؟ الإجابة: تتجلى الموسيقى الداخلية في حسن انتقاء الألفاظ المعبرة الموحية وجمال التصوير وروعة الخيال وترابط الأفكار وعمقها والمحسنات الطبيعية غير المتكلفة، وقد نجح الشاعر في اختيار الكلمات الموحية، من ذلك النسور، الفضاء الرمادي، الطليقة، السحيق، الخوف إلى آخره، كما اعتمد على اللغة التصويرية وجاءت أفكاره مرتبة. السؤال 33: اكتب موجزا عن خصائص أسلوب الشاعر من خلال النص. الإجابة: الخصائص الفنية لأسلوب الشاعر سهولة الألفاظ ووضوح المعاني وعمقها وتحليلها والاتجاه إلى الرمز، التجديد في الموضوع والبعد عن شعر المناسبات والمجاملات، رسم الصور الكلية والصور الجزئية والتأثر بالتراث، الاتجاه إلى الواقعية والتحرر من القوالب الشعرية التقليدية. السؤال 34: وضح مظاهر القديم وملامح التجديد في هذا النص. الإجابة: من ملامح المحافظة على القديم التأثر بالمعجم القرآني، التأثر بالثقافة الأدبية، الخيال منتزع من البيئة القديمة، فأوضح الشاعر القوة والرفعة في اختيار النسر وضرب المثل بالأرنب في الجبن والضعف. والجديد في النص: الموضوع جديد، وضع له الشاعر عنوانا دارت حوله الأفكار، الخروج على نظام الوزن والقافية وشطري البيت واتباع نظام التفعيلة والسطر الشعري هو من التجديد، اللغة الرمزية والوحدة العضوية من التجديد، كذلك الصور الكلية بخيوطها الثلاثة: الحركة، اللون، الصوت. الحركة التي نحسها في انطلاق النسور، تدفق الغدران، قفز الأرانب، قابعة، تأكل، الفرار، ترجف، الطليقة، تتعاقب. اللون الذي نراه في الفضاء الرمادي وفي خضرة العشب وبياض الأرانب وضوء الشمس وصفرة الرمال والظلال والأفق ولمعان النصال. الصوت نسمعه في خرير الماء، وقع أقدام الأرانب وهي تقفز، صليل السلاح، صوت النصال إلى آخره. السؤال 35: لماذا آثر الشاعر الأساليب الخبرية في هذا النص؟ الإجابة: آثر الشاعر الأساليب الخبرية وفضلها لأنه يتحدث عن حقائق معترف بها ويدعو إليها، فالشاعر يحثنا على الطموح والتطلع إلى تحقيق العظمة والوصول إلى أسمى الغايات، ويضيق بالخاملين الجبناء. السؤال 36: من شأن القافية الموحدة أن تحدث موسيقى تلائم الشعر، فلماذا لم يلتزمها الشاعر؟ الإجابة: لم يلتزم الشاعر القافية الموحدة لأنه من شعراء المدرسة الجديدة التي يعتمد الشعر فيها على الموسيقى الداخلية، أي على إيحاء الكلمات أكثر من اعتماده على الموسيقى الخارجية.
السؤال 37: ماذا في القصيدة من سمات المدرسة التي ينتمي إليها الشاعر؟ الإجابة: الشاعر ينتمي إلى المدرسة الواقعية الجديدة، ومن سماتها 1- تقسيم القصيدة إلى فقرات، كل فقرة منها تمثل دفعة شعورية. 2- التعبير عن الواقع وما به من متناقضات. 3- استعمال اللغة الحية والكلمات الموحية المعبرة. 4- الاهتمام بالتصوير الكلي وتوظيف الرمز. 5- الاعتماد على التفعيلة والسطر الشعري في بناء القصيدة. 6- الحرص على الوحدة العضوية. وأخيرا الزهد في المحسنات البديعية. السؤال 38: من مقومات نجاح الشاعر استخدام الرمز في التعبير عن المعاني، وضح إلى أي حد نجح الشاعر في ذلك؟ الإجابة: نجح الشاعر في ذلك بصورة رائعة، إذ يرمز النص كله إلى معنيين متصلين بالموقف الإنساني في حياتنا المعاصرة، فجعل النسور رمزا للطموح والحرية والكبرياء والإصرار، والأرانب رمزا للخمول والضعف والجبن والحرص على الحياة. وتعددت الألفاظ الرمزية كثيرا في النص، مثل الجبال والنجوم والذرة، وكلها ترمز إلى الطموح والرفعة والصمود، وتقابلها رموز أخرى في الجانب الآخر، مثل السهول والمضيق والفرار العميق والظلال والأعشاب، وكلها ترمز إلى الضعف والجبن والاستجابة للغرائز. السؤال 39: يختلف مفهوم اللغة التصويرية في الشعر المحافظ عنه في الشعر الجديد، وضح ذلك. الإجابة: يختلف مفهوم اللغة التصويرية في الشعر المحافظ عنه في الشعر الجديد، إذ لا يعتمد الشعر الجديد على الصورة الجزئية فقط، استعارية، تشبيهية، مجازية، كنائية، كما هو الحال في الشعر المحافظ، بل يعتمد على الصورة الكلية والصورة الممتدة، كما أن الشعر الجديد تقترن فيه الصورة بالرمز. السؤال الأخير: لما اختار الشاعر كلمة النسور عنوانا للنص، ولما كررها؟ الإجابة: اختار الشاعر كلمة النسور عنوانا للنص لأن النسر رمز للقوة والسمو والكبرياء، واتخذه رمزا لأصحاب القيم العليا التي يتمسك بها، وكررها لأنه جعلها محورا يرتكز عليها لما فيها من إيحاءات متعددة، فهي توحي بالقوة والطموح والصبر وبعد النظر والحلم بالكمال. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، كانت معكم دعاء الجندي، متمنية لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.